انا بدل ما يبقى عندي. انت شفت ده في صلاح وانت يعني صلاح عنده 12 سنه، انت شفت الجزئيه كلنا بنتكلم دلوقتي على صلاح والطفره اللي عملها، حتى حضرتك متابع امبارح طبعا الثلاث اهداف اللي احرزهم وحاله التعاطف الكبيره جدا مع مؤمن. حضرتك شفت ولد ولسه صلاح عنده 13 14 سنه، حسيت ان عنده هذه الشخصيه انه يكون في يوم من الايام لاعب بهذا القدر؟ انا الولد نمره واحد محمد، الاخلاق، القريه، متربي في بيت محترم. كلمت والده لما عرف ان انا اللي مسكت فريق محمد، سالني قال لي ابني اخباره ايه؟ قلت له يا حاج صلاح ابنك في عينيا، وانا هعد محمد صلاح اعداد جيد، لان الولد ده هيبقى لاعب كبير. بس انا عنده مشكله ان هو بيسهر. قال لي هو على العموم ابنك في القاهره، انت اتصرف معاه زي ما تصرف. قلت له لا، الولد ابنك متربي جدا، بيسهر قدام التلفزيون مع زمايله كده، مفيش مشكله. لما يجي عندك طنطا ينام بدري. قال لي بص يا كابتن، احنا ناس فلاحين، نصلي العشاء والباب بيتقفل ما يتفتحش الا على صلاه الفجر. فالبيت بيت اصل وبيت جميل وبيت محترم. الولد عنده اخلاق وبيسمع، يعني حتى حضرتك المهم. انت اتعاملت معاه، اتعاملت مهم جدا. محمد بتقول بيسمع، يقعد يحط وشه في الارض ويسمعك، ياخد الحاجات الايجابيه مظبوط والحاجات السلبيه يشيلها من الناحيه الثانيه. صحيح، عنده ذكاء، عنده ذكاء وعنده طموح وعنده تحدي كمان. انا قلت له كلمتين، قلت له بص يا ابني، انت عندك موهبه، موهبتك في حاجتين، سرعه ورجل شمال. الرجل اليمين دي يا محمد انت ما بتستخدمهاش، جايبها معاك ليه؟ دي خليها في طنطا. خليها في البيت وقول لهم انا ايه، هروح برجل اللي بعرف العب بيها. لاعب الكره يا كابتن هاني، حضرتك كنت لاعب ليبرو، تلعب ليبرو في مواقف، في موقف لازم تستخدم رجلك اليمين طبعا، ولازم تطلع رجلك الشمال. صحيح. احمد فتحي لاعب كبير جدا في مباراه في روسيا، انا كنت هناك في كاس عالم، للاسف الكره جايه كده عملها برجله اليمين، قلشت دخلت الجول. في الوقت ده لازم يطلع برجله الشمال، هو لاعب كبير. شيكابالا يروح ناحيه اليمين وما يرفعش الكره برجله اليمين، لازم يجيبها الاول على الشمال يلف عشان واحمد يرفع. الشيخ لعيبه طبعا، لعيبه كلها مميزه، لكن في حضرتك بتتكلم في نقطه معينه، ان انت عندك موهبه لكن في عندك نقص، مش ديفو، عندك نقص او حاجه عايزه تزيد مع التدريب مع الشغل الفني. ممكن الموضوع بدل ما يبقى دلوقتي 20%، لا انت مش هيبقى 100%، اكيد مش هيبقى 100%، مش هيبقى، بس هيوصل 50 60 يبقى كويس. معقول يعني. فاهتميت بمحمد، قلت له محمد انا تمرينك الصبح معايا هتاخد الكوره وتمشي، وكنت اعمل له جون عكس الجون الاساسي، يعني الجون الاساسي هنا اروح عامل جون هنا، واقول له امشي يا محمد برجلك اليمين هنا وشوط في الجول ده. على يقول ان الكوره تيجي في الستة ياردة. ماتش روما عمل اتنين كروس باهداف برجله اليمين، جاب جون بليسنج من بره ال 18 برجله اليمين، لان ايه؟ اشتغل على نفسه، توصل تحركها، اشتغل كمان على نفسه. هي دي الثقافه، وانا اشتغلت معاه العقل الباطن. الشيشيني مرنه، عبوده مرنه، زمزم مرنه، شعله مرنه، مدربين منتخب كلهم مرنوه، كلهم فادوه، كابتن ديا وانا مرنته وحضرتك وكل المدربين مرنوه وفادوه. يمكن انا جيت له على حته، الحته النفسيه، وده مهم في السن ده كمان، في السن ده. قلت له محمد ايه اللي معادك هنا واحنا منيمينك ليه؟ ونايم في تكييف يا محمد، وثلاث وجبات يا محمد. ما ينفعش تتمرن ساعه ونص، لازم تتمرن ساعه الصبح. كل اللي ناقصك انا هكمله لك، انت زي احمد ابني وهو صديق احمد ابني. وهو حتى في اللقاءات الصحفيه هناك، حتى شفنا من خلال تقرير في اللقاءات الصحفيه بيعتبر حضرتك، بيقول ماي سكند فادر، يعني هو يعني الاب الروحي ليا. هي دي الناحيه النفسيه،